سبع سنوات مضت ولا تزال أمهات المختطفين والمخفيين قسرا يواصلن النضال لمعرفة مصير أبنائهن المخفيين وللمطالبة بالإفراج عن المختطفين، ولم يمنعهن كبر سنهن وعجزهن عن مواصلة الكفاح والنضال، فمنهن من قضت نحبها كمدا وألما وحسرة، ومنهن من ينتظرن لحظة الخلاص التي طال أمدها. كانت هذه مقدمة لما نشره موقع الصحوة نت. يقول الموقع إن أمهات المختطفين عشن بين خوف وقهر وفراق وشوق، وكلها أوجاع ترجمتها أم محمد مبروك المخفي قسرا لدى تشكيلات الانتقالي بكلماتها الممزوجة بالبكاء والدموع المنهمر بعد سبع سنوات من البحث والركض الذي لم يتوقف وتسبب لها بأمراض عدة. تقول الأم المكلومة إن ولدها مخفي قسرا منذ أعوام ولا تعرف مصيره حتى اللحظة، وإنها تعاني بسبب فقدانها لنجلها والبحث عنه خلال كل السنوات التي مرت، إضافة إلى الأمراض التي فتكت بها وببعض الأمهات نتيجة هذه المعاناة، حتى غيب الموت بعضهن بسبب القهر والألم والوعود الكاذبة.